تخيل أن تعيش في منزل يمكنه تحمل الزلازل وتم إنشاؤه ليلبي احتياجات عائلتك. اسمي بيدات بيتري، أعمل مع فريق إيكو بلاتينوس الإكوادور، وسويا نطور مشروع التجديد الاقتصادي الاجتماعي في مدينة رامبوش. نريد إصلاح وإعادة بناء مجتمعات مستدامة مبنية على الحب والرعاية. مشاركة المجتمع من العوامل المهمة في هذا المشروع، فبينما نجمع الأموال والتبرعات ونعمل مع شركات التعاون المحلية والدولية، يجب على المجتمع أيضا أن يلعب دورا خلال فترة البناء، وهذا يعني أن العائلات المتضررة عليها أن تشارك في بناء منازلها. سنستمر في بناء هذه المنازل. نحتاج أن نبني 50 منزلا لتلبية احتياجات المجتمع. قدرتنا على إعادة البناء هو ما يحمسني لمواصلة العمل. De volver a crear.